يا دكتور. هو إن شاء الله كده بيركورد، إن شاء الله كده بيركورد. فبنقول اليورو بروفرينجين 1 هو يورو بروفرينجين 1 سنسيتيز، هو الديفكت فيه بيبقى في الاكيوت انترميتنت بروفيرين. انا عندي اسيتيل كو اي ماسك في حاجه اسمها جلايسين، يعني كذا كربونه مثلا وليكن خمس ست كربونات ماسكين في كمان ثلاث كربونات بتوع الجلايسين. الجلايسين امينو اسيد، واسيتيل كو اي طالع من الكريبتو سايكل، يمسكوا في بعض. يمسكوا في بعض عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها دلتا امينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز، بنزين، حاجه اسمها دلتا امينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز، علشان يكونوا حاجه اسمها دلتا امينو ليفلينيك اسيد. انا بعمل سنسيتيز عشان اكون المركب اللي بعده، هيكون له حاجه اسمها دلتا امينو ليفيورينيك اسيد. الاثنين دلتا امينو ليفيورينيك اسيد مع بعض يتجمعوا هيعملوا لي حلقه كده اللي هي البايرول رينج. اسمها ايه بقى الحلقه دي؟ اسمها بورفو بايلينوجين. بورفو بايلينوجين اربعه منها يكونوا لي حاجه اسمها اليورو بورفرينوجين. يعني اليورو بورفرينوجين ده عباره عن كوندنسيشن من اربعه بايرول رينج من الامينو ليفيورينيك اسيد. الامينو ليفيورينيك اسيد عباره عن اثنين اربعه من البورفو بايلينوجين، والبورفو بايلينوجين عباره عن اثنين من الامينو ليفيورينيك اسيد. حد عنده اشكاليه في الكلام؟ بس حد مش فاهم الكلام نجيب له رسمه نشرح عليها، بس عشان ايه الموضوع بتاع البورفيريا ده مهم وتكرر عليه اسئله كتير في البايو وفي بره البايو كمان. فكره بقى في الحاجه اسمها الريت ليميتنج ستيب، اللي هي اهم خطوه في الهيم سينسيز. ايه الاهم خطوه في الهيم سينسيز؟ اللي هي الامينو ليفيورينيك اسيد سنسيتيز دي اهم خطوه فيه. يأثر عليها ايه؟ يأثر عليها الهيم ويأثر عليها الجلوكوز، بس بالنيجاتيف عكس اللي هو بيقوله فوق. يعني بيقول لك الانكريز هيم ليفل انكريز اكتيفيتي وتلتا امينو ليفلينك اسيد سنسيتيز، لا ده بيقلل الاكتيفيتي بتاعته. معنى يقلل الاكتيفيتي بتاعته يعني هيقفل الباث واي ده كله، هيمنع لي تكوين الهيم واليورو بورفيرينوجين والبايلو بورفيرينوجين والكوبرا بورفيرينوجين، هيمنعه. عشان كده البيشنت اللي جاي لي باكيوت ابدومين وعنده بورفيريا، العلاج بتاعه ان انا اديله هيم بريبريشن او ان اديله جلوكوز انفيوجن. لو اديت له الحاجتين دول هوقف الامينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز اكتيفيتي. فلو وقفت الاكتيفيتي دي يبقى انا همنع السبستراكت اللي بتتكون بعد كده كلها، همنع كل الحاجات اللي بتتكون فيه وبتعمل المشاكل دي. طيب البيشنت ده ايه بقى اللي يزود الامينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز؟ قلنا الكحول والباربيتوريتس والفينايتوين، فينوباربيتون، اي حاجه بتعمل انزيم انديوسر، والالكحول اي حاجه انزيم انديوسر هتزود لي الامينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز اكتيفيتي، فهتزود لي مشاكل البورفيريا كلها. طيب مع بعض كده نحفظ، قلنا استايل كو اي مع جلايسين، مش مهم نحفظ بس يبقى ايه، بس فاهمين الاستيتس في الاول. استايل كو اي مع جلايسين بامينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز اللي هو اهم حاجه، هيتكون لي الامينو ليفلينيك اسيد. اثنين امينو ليفلينيك اسيد يمسكوا في بعض، هو الامينو ليفلينيك اسيد هيبقى مثلا مركب طولي كده، هجيب واحد قصاده ثاني امينو ليفلينيك اسيد اثنين مع بعض، اعمل لهم كوندنسيشن. لو عملت لهم كوندنسيشن مع بعض هيكونوا لي حاجه اسمها البايلو رينج. البايلو رينج اللي هي عباره عن ايه؟ حاجه اسمها البورفو بايلينوجين. بورفو بايلينوجين بايه؟ بانزيم اسمه امينو ليفلينيك اسيد هيدراتيز. الهيدراتيز ده بقى اللي ياثر عليه الليد، علشان كده الليد بويزنينج هو بيعمل له نيجاتيف انهيبيشن. الليد بويزنينج هيمنع لي تكوين الهيم من الاساس، عشان كده الليد بويزنينج بيعمل انيميا، بيعمل مايكروستيك هايبوكروميك انيميا، لانه بيمنع تكوين الهيم من الاساس عن طريق ان هو بيأثر على امينو ليفلينيك اسيد هيدراتيز انزيم. الاكيوت انترميتنت بورفيريا بعد ما كون بقى البورفو بايلينوجين، قلنا اثنين البورفو بايلينوجين يتكونوا اربعه بقى يتكونوا مع بعض، هيكونوا حاجه اسمها يورو بورفيرينوجين. هيتكونوا ازاي؟ يورو بورفيرينوجين 1 سنسيتيز. طيب لو انا وقفت عند الخطوه دي، طيب استاذنكم يا دكاتره هجيب لكم الصوره بتاعتها، علشان بس انا حاسس برضو ايه وانا بشرح الناس ممكن تكون تايهه ومش متخيله القصه. فاستاذنكم بس اجيب الصوره لو ما فيش مانع عند حضرتك. W statistics. You're welcome, Mr. تمام. الصورة دي ظهرت عند الناس كلها. الصورة دي ظهرت للناس يا كثرة. الصورة دي بتاعت البورفيريا ظهرت للناس، اللي مش ظاهر عنده الصورة بس يبقى محدش يعرف يعني يكتب في الشات. طيب
تمام يا دكتور احمد، ظهرت الحكايه بتبدا من هنا، من الساكسونيل كو اي مع الجلايسين، ساكسونيل كو اي مع الجلايسين. ساكسونيل كو اي جاي من الكريبس سايكل، والجلايسين ده امينو اسيد، الاثنين مع بعض ده في كذا كربونه شكل ما بنقول كده، وليكن 5 6 انا مش حافظ الرقم بتاعهم، والجلايسين برضو في حوالي ايه 3، هيمسكوا مع بعض هيكونوا لي مركب مثلا من 8 كربونات كده ماسك في بعضه كده، عن طريق الامينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز، ده الانزيم امينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز او سنسيز، يعني بيكون امينو ليفلينيك اسيد دلتا امينو ليفلينيك اسيد. اكزاكتلي بيكون الدلتا امينو ليفلينيك اسيد. دلتا امينو ليفلينيك اسيد ده عباره عن ايه؟ عباره عن المركب اللي انا بقول لحضرتك عليه كده، ايه مركب واحد كده. هعمل انا بالاثنين مع بعض، الاثنين هحطهم مع بعض، اجيب واحد دلتا امينو ليفلينيك اسيد احط كمان قصاده الناحيه الثانيه دلتا امينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز، واعمل ما بينهم كوندنسيشن عشان في الاخر يتكون لي مركب اللي هي البايرول رينج بقى اللي احنا بنقول عليه. مش احنا بنقول ان الهيم بيتكون من اربعه بايرول رينج؟ ادي البايرول رينج بتاعته اهيت، عن طريق ايه؟ امينو ليفلينك اسيد ده هيدراتيز، هو اللي هيعمل البايرول رينج ده. طب نخلي بالنا الليد هنا بيعمل ايه؟ بيعمل نيجاتيف انهبيشن عليه، ولا حاجه اسمها الفيروكلياتيز، بيعمل نيجاتيف انهبيشن عليه ولا حاجه اسمها الفيروكلياتيز. فالبيشنت ده لو عنده ليد توكسيستي هياثر لي على الامينو ليفلينك اسيد ده هيدراتيز، فهيمنع لي الستيب دي كلها ان هي تحصل، هيوقف لي الباث واي ده كله، فبالتالي البيشنت ده هيبقى عنده انيميا لان مفيش هيم سينثيسيس هيتكون فيه. طيب كونت انا البورفوبايلينوجين بقى اللي انا بقول لحضراتكم عليه، عباره عن ايه؟ عباره عن كوندنسيشن اللي هو البايلور رينج دي، البورفوبايلينوجين هو البايلور رينج. هحط اربعه مع بعض، احط اربعه بايلور رينج مع بعض وهيدوني المركب ده، بس ده يا جماعه من غير ايرن، وده محتاج لسه تظبيطات كتير علشان يتحول لبورفرين، ده لسه محتاج كذا تظبيطه اللي هي الستيبس اللي بعدها. المهم ده هيتحول لحاجه اسمها يوروبرفنجين 1، عن طريق ايه؟ يوروبرفنجين 1 سينسيز. لو انا قفلت اليوروبرفنجين 1 سينسيز هعمل حاجه اسمها الاكيوت انترميتنت بورفيرين، فبالتالي لو انا قفلت عند الستيبس عند الستيب دي هيتكون، هيعمل حاجه اسمها الاكيوت انترميتنت بورفيرين. ايه بقى اللي هيتكون فيها؟ هيتكون لي البورفوبايلينوجين ده حاجه، وهيتكون لي الدلتا امينو ليفلينيك اسيد، دول اللي هيعلو. تتميز بايه الاكيوت انترميتنت بورفيريا؟ تتميز بعدم وجود الفوتو سنسيتيفيتي. خلاص يبقى الاكيوت انترميتنت بورفيريا اكيوت وما فيهاش فوتو سنسيتيفيتي، وهي ايه مع ايه؟ مع 1 اللي هو اليوروبروفنجين 1. طيب لو انا قفلت عند اليوروبروفنجين 3، قلنا 3 مع الار بي 3 مش الار بي سي بقى، الار بي 3، ايه هي الار بي 3؟ الاريثرو سايت، فده هيعمل لي الاريثرو بيوتيك بورفيريا، فاليوروبروفنجين 3 هيعمل لي الاريثرو بيوتيك بورفيريا. خلاص عرفنا دي اللي هيتكون فوق، هيتكون فوق اليوروبروفنجين 1 والبورفوبايلينوجين واللي فوق، برجع ستيب بستيب كده. طيب لو انا قفلت الدي كربوكسيليز، نخلي بالنا بقى من السي بتاعت الدي كربوكسيليز. السي بتاعت الكربوكسيليز يعني اول حاجه، اول سي فيها يعني كومن، هي الموست كومن فورم. خلاص يبقى ديفكت في الانزيم ده الموست كومن، دي اول حاجه. تاني حاجة إن هي اسمها كيوتينيا طاردة، يبقى هي الموست كومن اللي بتأفكت دي كاربوكسيليز اللي هي الكيوتينيا طاردة علشان تكون لي الكوبرو بورفورينوجين، هيبقى عندي ديفكت في اليورو بورفورينوجين دي كاربوكسيليز اللي بيكون لي الكوبرو بورفورينوجين. أنا قلت لحضراتكم أول خطوة بايل بورفو بايلينوجين بايل، نحفظها كده، بايل يورين يورو بورفورينوجين ستول اللي هو كوبرو بورفورينوجين. الموست كومن بتاع السي اللي هو الدي كربوكسيليز بيعمل لي حاجه بالسي اللي هي كيوتينيا طاردة، بيمنع لي تكوين حاجه بالسي اللي هو الكوبرو بورفيرينوجين. خلاص وهو الانزيم اسمه دي كربوكسيليز، موست كومن كيوتينيا طاردة كوبرو بورفيرينوجين. هيجي بعد كده بقى الكوبرو بورفيرينوجين هيتحول لبروتو بورفيرينوجين بالاوكسيديز، والبروتو بورفيرينوجين 9 هيتحول لبروتو بورفرين عن طريق تقريبا هنا برضو في انزيم بيعمل اوكسيديشن برضو اسمه بروتو بورفيرينوجين اوكسيديز، البروتو بورفيرينوجين اوكسيديز يعني هنا اسمه كوبرو بورفيرينوجين اوكسيديز، هنا في انزيم اسمه بروتو بورفيرينوجين اوكسيديز بيمنع تكوين البروتو بورفيرين 9. البروتو بورفيرين 9 ده الانزيم اللي بيتمنع هنا ده بيعمل لي حاجه اسمها الفاريجيت، الفاريجيت كيوتينيا، الفاريجيت بورفيريا. والفيروكلاتيز ده بيضيف الفرس، الفيروكلاتيز احنا شايفين هنا بلوك الاسود دوت عليه، ده معناه ان الليد برضه بيأثر لي على الفيروكلاتيز فبيمنع لي تكوين الهيم برضه. طيب احنا شايفين هو حاطط جلوكوز وحاطط هيم، بيقول لك انت لو اديت للبيشنت ده جلوكوز وهيم هتعمل انهبيشن للامينو ليفلينيك اسيد سنسيتيز، فانت هتمنع لي تكوين الباث واي ده كله، فممنعه
يبقى الاعراض بتاع البيشنت ده هتختفي. يبقى البيشنت لو جاي للاستهبال باكيوت بورفيريا ادي له ايه؟ ادي له ناركوتيك انالجيزكس لانه بيبقى سيفير بين. وتاني حاجه اديها له ادي له هيم انفيوجن او ادي له جلوكوز انفيوجن. ايه الحاجات اللي بتزوده؟ زود الالكحول والباربيتوريتس والهيبوكس، اي حاجه انزيم اندوسر هتزوده. طيب لو نرجع بقى للسلايد بتاعتنا، خلاص احنا عرفنا السلايد دي، نرجع بقى للسلايد بتاعت السؤال علشان نشوف فيها التايبس اوف البورفيريا في السؤال بتاعنا. بيقول لي انكريز هيم ليفل انكريز ذا اكتيفيتي اوف دلتا رامين ليفلينج اسيستيز، لا ده بيقلله، يبقى دي غلط. البروتو بورفرين از فورمد از ا بين التيميت ستيب بيفور الهيم فورميشن. طيب نشوف البروتو بورفرين 9 قبل الهيم على طول اهو عن طريق الفيروكلاتيز، بحط ايرون خلاص، يبقى ديت خلاص عرفناها هي كمان. بيقول لك يبقى هي ديت صح. ديفكت اوف يورو بورفرينجين كو سنسيتيز كوز اكيوت انترميتنت بورفيريا، لا ده هو اليورو بورفرينجين 1 سنسيتيز هو اللي ديفكت فيه. ديفكت اوف فيروكلاتيز كوز افريجيت، هل خلي بالكم دكاتره ان لو انا عندي ديفكت في الفيروكلاتيز بيبقى عندي في نوع تاني من البورفيريا. يعني انا لو انا عندي ديفكت الفيروكلاتيز بيبقى اسمها اريثرو هيباتيك بورفيريا، يبقى انا عندي كونجنتال اريثرو بيوتيك بورفيريا وعندي اريثرو هيباتيك بورفيريا. اريثرو هيباتيك بيبقى الافكت هنا بقى فين؟ في الفيروكلاتيز. فالفاريجيت اللي هو بيسال عليها ديت، لا مش ديفكت في الفيروكلاتيز، ده الديفكت بتاع الفيروكلاتيز بيعمل الاريثرو هيباتيك. طب ايه اللي بيعمل الفاريجيت الفاريجيتا ديت بورفيريا او الفاريجيت بورفيريا؟ اللي بيعملها ان انا يبقى عندي ديفكت في البروتو بورفيرينجين اوكسيديز، بروتو بورفيرينجين 9 اوكسيديز، يبقى في ديفكت هو اللي بيعمل لي الفاريجيت بورفيريا. هل البروتو بورفيرينوجين اوكسيديز كاتالايز ذا برودكشن اوف هيم؟ لا مش البروتو بورفيرينوجين اوكسيديز، البروتو بورفيرينوجين اوكسيديز بيعمل لي الفاريجيت البورفيريا. طيب هما الانهيرتنس بتاعهم ايه؟ هما كلهم اوتوسومال دوميننت اكسبت ايه؟ اللي بالار، اللي بالار بتاع الار بي سيز، اللي هو بتاع الار بي سيز بتاع الار بي 3. ايه هي الار بي 3؟ اليورو بورفيرينوجين 3 اللي هي اسمها ايه؟ اريثرو بويوتيك بورفيريا، فهي بالار بتاعه الار بي سي، فهي اللي هتبقى ريسيسيف فيهم. فهم تسوم الدوميننت اكسبت ده هو الاريثرو اللي هو ريسيسيف اللي هي الاريثرو بيبقى فيهم كلهم فوتو سنسيتيفيتي بتاع ما عدا الاكيوت انترميتنت بورفيريا ما بيبقاش معاها فوتو سنسيتيفيتي. لكن يبقى معاها ايه؟ يقول لك يبقى معاها دارك يورين لونج ستاندنج، البيشنت اليورين بتاعه هيتحول لدارك كلر لو حصل ليها لونج ستاندنج. خلاص يبقى البروتو بورفرين هو بيقول the production of heme is a complex process it begins with glycine وساكسونيلكو، جلايسين ده امينو اسيد وساكسونيلكو ده طالع من الكريف سايكل and it proceeds via a number of intermediate steps pin ultimately to protoporphyrin and then to heme. في الاخر من البروتو بورفرين يتكون الهيم عن طريق الفيروكلاتيز. الدلتا امينو نيوكليك اسيد زيت اكتيفيتي از ريت ليميتنج ستيب، نور حضرتك قلت في الاول هعمل لها انهيبيشن وعمل لها اكتيفيشن يبقى انا همشي العمليه في الطريق اللي انا عايزه. And increased heme levels provide negative feedback. ولما يبقى فيه heme كتير ده هيعمل لي negative feedback لها فيقلل لي الاكتيفيتي بتاعتها. فلو patient جالي بقول لحضراتكم ادي له heme production او ادي له heme preparation او ادي له glucose. Due to the number of enzymes involved in heme production, a number of inherited defects have been identified. These are classified as hepatic porphyria. هي ليه سموها هيباتيك وليه سموها ريستروبيوتيك بورفيريا؟ لان احنا عارفين ان الار بي سيز بتتكون 85% منها يتكون في البومبر و15% يتكون في الليفر، ففي جزء هيباتيك فبنسميه هيباتيك اللي هو بيتكون في الليفر. الديفكت فين؟ الجزء اللي بيتكون في البومبر بنسميه الريستروبيوتيك. كلاسيفايد از هيباتيك بورفيريا وين ذا اكسس برودكشن اوف بورفيرينز occurs in the liver or erythropoietic porphyria when the excess production occurs in the bone marrow. They can also be classified as acute or non-acute according to their clinical presentation. Acute intermittent porphyria occurs due to an abnormality of porphobilinogen deaminase. الأسماء دي بس هي الجديدة بتاعتي انزيمات، لكن هو اسمه uroporphyrinogen 1 synthase. يبقى بس عشان نبقى حافظينها لل1 مع الأكيوت. هو البورفوبيلينوجين deaminase. طيب بيقول 17 year old girl represent with tremor with arthritis. She is also TP slightly jaundice. وفي jaundice كمان. Clinically Wilson disease is considered to be the most likely diagnosis. شخصا ان هي ويلسون خلاص جايه لي فيها this arthritis وفيها jaundice بسبب الهيباتيك افكت بتاعها. اعمل ايه؟ identification of a mutation in HFE gene. ال HFE gene ده بتاع الويلسون. ولا اعمل measurement of copper
الليفر بايوبسي، ولا اقيسه في الليفر بايوبسي، ولا اعمل سيرم سيريو بلازمين كونسنتريشن، ولا اشوف السيرم سيريو بلازمين الليفر السيرم سيريو بلازمين شكل الترانسفيرين بتاع الايرون ده اللي بيحمل، بيبقى في الاول اسمه ايبو سيريو بلازمين وبعدين يتحول للسيريو بلازمين عن طريق ان هو حامل معاه الايرون. في الويلسون ديزيز بيبقى فيه ديفكت في السيريو بلازمين ده، فهل اقيسه هلاقي فيه البتاع قليله، ولا اعمل سيرم كوبر كونسنتريشن، ولا اقيس السيرم كوبر كونسنتريشن المفروض يبقى قليل برضه، ولا اعمل يورينري كوبر اكسكريشن افتر بنسلامين تشالنج، ولا ادي بنسلامين واشوف الكوبر اكسكريشن بتاعي هيبقى عامل ازاي. هو اللي هي ده المس... هي ديت الاجابه الصح بتاعت اليورينري كوبر. هناخد بس السؤال ده قبل ما ما يقفل بس التايم علينا. بس في الويلسون، الويلسون دكاتره الكوبر بيمتص من الانتستين وبعدين يطلع في الدم محمل على بروتين معين على الالبيومين وبعدين على الالبيومين وبعدين يخش في الليفر يتحمل على سيروبلازمين وبعدين يطلع على البايل يحصل له اكريشن. فبيقول also serum سيروبلازمين and copper concentration are low in many patients with Wilson's disease، على الرغم من ان هم بيبقوا قليلين اللي هو السيروبلازمين والكوبر، لان هم قليلين ما حصل لهمش بقى ايه، لان في ديفكت في الجينات اللي هي بتكون البروتينات اللي هي بتنقلهم، فمش موجودين، فيبقى في ديفكت فيهم في البلازما فيتكونهم في التيشوز لكن هم قليلين في البلط. It is not a universal finding، مش موجوده في كل عندهم ويلسون. Further more the سيروبلازمين concentrate can be decreased because of decreased hepatic senses in liver disease، وبرضه ممكن يكون عندي نقص في الكوبر بسبب يكون عندي ليفر ديز، مش شرط يبقى ويلسون بس. الهباتيك كوبر كونسنتريشن as measured in a biopsy sample is invariably increased in Wilson disease، ممكن تبقى زيادة في الويلسون. But it can also be increased in chronic cholestasis from other causes، لكن ممكن برضو بسبب cholestasis تبقى زيادة، فمش شرط بس يبقى لو أنا تبقى pathognomonically للويلسون، يعني البيوبسي مش pathognomonic للويلسون. Urinary copper excretion is usually increased in Wilson disease reflecting the decreased binding in plasma by ceruloplasmin، مفيش ceruloplasmin، هي الديفكت هنا فين؟ في الجين اللي بيعمل الceruloplasmin ده، مفيش سيروبلازمين فهو فري في البلد فهيحصل له اكسكريشن في اليورين. And is further increased following an administration of penicillamine. The abnormal gene in Wilson disease is termed the ATP7B. ال ATP7B ده اللي بيكون الترانسبورتر بتاع الليفر. طب ال ATP7A ده بتاع الانتستين، ده اللي بيبقى مسؤول عن الانتستين. In the hemochromatosis gene. طيب خلاص بس عشان الميتنج هيقفل ان شاء الله، هنعمل ايدي جديد ان شاء الله وندخل بيه. اللي عايز حاجه ان شاء الله قبل ما نبدا الميتنج الجديد يبقى يكتبها في الشات يا دكاتره. السلام عليكم.